هذا البرنامج برعاية أصباغ الياقوت والمرجان. المجلس الاقتصادي العراقي. أهلا بكم. العراق يفكر جديا لتأمين أمنه الغذائي، خطوة وإن كانت متأخرة جدا إلا أن تحقيقها بات أمرا لا بد منه، بيد أن مجرد التفكير لا يجدي نفعا إذا ما رافقته إدارة وإرادة حكومية حقيقية تعمل على تذليل جميع العقبات التي تجعل بين التفكير والتخطيط والتنفيذ سدا منيعا يعرقل كل ما من شأنه أن يجعل من العراق بلدا منتجا ومصدرا. التفاصيل بعد أن نتابع هذا التقرير. في ظل الواقع الاقتصادي الراهن وسماته الاستهلاكية وانهيار أسعار النفط الذي يعتمد العراق على وارداته الريعية بشكل رئيسي، طرأت على الساحة مخاوف كبيرة بشأن إمكانية انهيار الأمن الغذائي للمواطنين نظرا للمشاكل العميقة في القطاع الزراعي والإنتاجي وعدم قدرة البلاد على مواجهة هذه الأوضاع إذا طالت لشهور أخرى. فالقمح نفسه والذي يشغل مساحات واسعة من الأراضي المزروعة ما زالت الحكومة تستورد بذوره من الخارج وتقدمه إلى المزارعين بأسعار مخفضة وتشتري كمياته منهم، ومع هذا لم نحقق الاكتفاء الذاتي منه، ولم يزل العراق يستورد أصول البذور ولا يملكها في الكثير من المحاصيل، وهذا ما لا يضمن أمن العراق الغذائي عند الأزمات. وبما أن الشركات الرأسمالية هي من تسيطر على هذه البذور سواء للخضروات أو الحبوب أو غيرها، فإنها ترفع الأسعار بفعل سيطرتها، ووفق لانخفاض الإنتاج وكثرة الطلب جراء الأزمة الحالية دون الاهتمام بمصالح الناس. لذا من المتوقع قريبا ارتفاع أسعار المحاصيل والمواد الغذائية وحصول أزمة كبيرة لعدم استعدادات الحكومة لمثل هذه الحالات، وعليه يجب أن تؤمن الحكومة الأمن الغذائي وتحصل على أصول جميع البذور حتى يصبح العراق هو من ينتج البذور ولا يستوردها. لبرنامج دينار علي الجميلي، العراقية الإخبارية، بغداد. هذا البرنامج برعاية أصباغ الياقوت والمرجان. المجلس الاقتصادي العراقي. ولتفاصيل أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستديو مدير التنفيذي لشركة الخيرات العراقية الدكتور محمد العبيدي ومستشار وزارة الزراعة الدكتور مهدي ضمد القيسي. مرحبا بكم ضيوف الكرام، وأبدأ معك دكتور مهدي. العراق تأخر كثيرا فيما يخص تأمين أمنه الغذائي، ما هي الأسباب التي أدت إلى هذا التأخير؟ هل هي أسباب فنية أم إدارية أم غياب الإرادة الحقيقية لهذا الملف بالتحديد؟ نعم، شكرا جزيلا أستاذ قيس، تحية لك ولضيفك الكريم دكتور محمد العبيدي وإلى مشاهديكم الكرام. نرحب بك أجمل ترحيب. بارك الله بك ورمضان كريم. بالتأكيد بالنسبة إلى القطاع الزراعي هو قطاع متشعب، وكثير من الأمور تؤثر على القطاع الزراعي بتداخلاتها سلبا وإيجابا. المهم باختصار شديد، يعني وديت أنه بالمقدمة مالتك أعقب على مسألة البذور لأنه هذه نقطة كلش مهمة، اسمح لي أن أعقب عليها. تفضل. بالنسبة إلى البذور، بذور الحنطة، صار عندنا اكتفاء ذاتي من بذور الحنطة، والسبب لأنه بعد 2003 نعم صار عندنا خلط، صار عندنا ضياع بالأصناف والبذور الحنطة، واللي هي هذه يعني نتاج وطني، نتاج الزراعة، نتاج المجلس البحث العلمي المنحل، نتاج الطاقة الذرية، الجامعات العراقية، المراكز البحثية. تمام. المحصلة النهائية أنه صدر قانون اللي هو قانون البذور والتقاوي، وعندنا المجلس الوطني للبذور اللي هو برئاسة سيد الوزير، وزير الزراعة وعضوية الوزارات ذات العلاقة.
هذا البرنامج أو هذا المجلس الوطني للبذور أخذ على عاتقه أنه كيف نرجع بذورنا اللي هي نتاج بحث علمي قديم ووطني. والمحصلة النهائية في عام الموسم الزراعي الماضي حصلنا على 270 ألف طن بذور رتب عليا للحنطة وزعت إلى الفلاحين والمزارعين، وهي بذور عراقية خالصة يعني أصناف زراعية خالصة. هذه هي توزع للفلاحين والمزارعين بنسبة دعم 70%، وهي التي أعطت أن نتاج حنطة العام الماضي تجاوز الرقم اللي معروف بالنسبة لكم، واللي وزارة التجارة صرحت بأنه ما استوردت حنطة العام الماضي. وهذا العام إن شاء الله متوقعين أن نوصل إلى هذه البذور ل 350 ألف طن، وهذا يكفي تماما للاحتياج من البذور. دكتور فيما يخص هذه الحديثية بالتحديد عندي سؤال. نعم. البعض أو هناك تصاريح إعلامية تحدثت عن أن الحنطة التي تم تسويقها إلى وزارة التجارة هي جزء كبير منها حنطة تم استيرادها من بعض دول الجوار، ما صحة هذه التصريحات؟ والله أستاذ قيس أقول لك يا هذا نوع من التسقيط إلى الجهد الوطني بقناعتي، وهذه قناعة تامة لا ما بها أي مجاملة. لسبب، لأنه الأصناف العراقية مسجلة عندنا اللجنة الوطنية لتسجيل واعتماد الأصناف الزراعية أيضا مشرعة بقانون، وأيضا برئاسة سيد وزير الزراعة وعضوية الوزارات ذات العلاقة تسجل هذه الأصناف اللي هي نتاج باحثين، وموجود عندنا مجلدين، ثلاث مجلدات صدرناها بهذه الأصناف كلها من الحنطة إلى الشعير إلى البطاطا إلى الخضر، كل هذه مسجلة. تمام. هذه الأصناف اللي كان يعاب على الحنطة العراقية بأنه حنطة سيالة بالخبز العمودي يسموه أو خبز التنور تسيل، فلذلك يستوردون حنطة أجنبية يخلطوها معها حتى تصير حنطة يعني عجانة أو غير سيالة متماسكة. لكن بجهود باحثين، وأني دائما أقول مو بس باحثين وإنما علماء ونفتخر بهم في عموم العراق بمحصول الحنطة، تمكنوا من استنباط أصناف، وخاصة دائرة البحوث الزراعية في وزارة الزراعة. تمام. أصناف حنطة إنه خبازة، ولذلك ما استوردت وزارة التجارة، لأنه لو كانت هذه الأصناف سيالة كان يفترض يستوردون أصناف أو حنطة أجنبية حتى يخلطوها وياها، لكن اثنين انجمعوا إنه النتاج الكمي والنتاج النوعي. هذه هي حقيقة مسلم بها. تمام. ولدينا وثائق بها. تمام. والوثائق دكتور. اللي هو النتاج العملي دكتور. اللي حصلنا. تمام دكتور. نعم. بشكرك على التوضيح وأرجع السؤال. أرجع للسؤال. تمام تفضل دكتور. السؤال بالنسبة إن أخي الفاضل، الحنطة العراقية مثل ما قلت لك هذه هي مضمونة، المستلم هو حنطة عراقية، وبموجب بيانات تصدرها الشعب الزراعية إلى مديرية الزراعة ثم إلى وزارة الزراعة، بعد ذلك تذهب إلى وزارة التجارة، الفلاح، المقاطعة، المساحة، الصنف، يعني معلومات دقيقة موجبة. معلومات دقيقة. تمام. لهذا هو تشويش على الجهد الوطني. تمام. أقوله. تمام. أنا قصدي أرجع السؤال الأول دكتور. إيه سؤالنا الأول اللي هو يعني دور القطاع الزراعي، خلينا نقول لا ليش غاب ملف الأمن الغذائي طيلة السنوات السابقة، غياب الإرادة الوطنية. نعم. قضايا فنية أم إدارية؟ أنا أعتقد إرادة وطنية موجودة، لكن ربما تكون الظروف غير مواتية، وهذه الظروف أنا أعتقد هو تخديرنا في مسألة النفط. زين. النفط كان هو اقتصاد الريعي للبلاد، لذلك من صارت جائحة كورونا كان أول اختبار إلى القطاع الزراعي وإلى الفلاح والمزارع مشكورا على جهده، ثم إجت انخفاض أسعار النفط وركودها. تمام. وأتمنى مخلصا أن يبقى هذا الركود حتى ذاك الوقت يعرف أنه اقتصاد البلاد معتمد على القطاع الزراعي وعلى القطاع الصناعي وعلى قطاع السياحة وعلى كثير من القطاعات اللي موجودة. النفط عمره ما يشغل أيدي عاملة مثل ما يشغل القطاع الزراعي والصناعي والإنشاءات وغيرها من القطاعات. القطاع الزراعي هو التنمية الحقيقية، هو الـ أقدر أقول عليه النفط الدائم، وهذه حقيقة ليست خيال. وأرض السواد هي أرض واعدة، لذلك إذا نريد نمتص بطالة شغل القطاع الزراعي، إذا تريد أمن وطني شغل القطاع الزراعي، إذا تريد أمن صحي القطاع الزراعي مساهم في هذا الأمن الصحي. صح. معروف أنه كثير من البضاعة اللي دخلت إلى العراق أو إلى اللي ما دخلت ونسمع من عندها كيف التلوث اللي بيها، سواء كان مبيدات، لقاحات، علاجات بيطرية،
مياه مجاري تسقى بكثير من الأمور، فما مضمونة. تعديل وراثي كل هذه ما مضمونة. أمن البيض أيضا مرتبط بالأمن بالقطاع الزراعي. لذلك يعني اليوم أعتقد أكو مو أعتقد وإنما أجزم أنه أولا البرلمان ده يدعو إلى أمن غذائي، إلى يعني تطوير القطاع الزراعي والاهتمام به. الحكومة من البرنامج الحكومي للحكومة السابقة وبالتأكيد الحكومة الحالية كلهم موجهين على القطاع الزراعي. المواطن العراقي يرغب بالمنتج الزراعي ويستشيغه وأكثر أمانا واطمئنانا من المستورد. لذلك هذه جت فرصة مواتية لدعم القطاع الزراعي حتى ينهض بالقطاعات الأخرى، لأن القطاع الزراعي عند نهوضه راح أول قطاع ينهض معه هو قطاع الصناعة. لأنه تمام دكتور نتحدث، تسمح لي نتحدث عن ذلك لاحقا، لكن دعني أرحب مرة أخرى بالمدير التنفيذي لشركة خيرات العراق، الخيرات العراقية عفوا، دكتور محمد العبيدي. مرحبا بك دكتور محمد. تقدمتم بخطة إلى وزارة التخطيط تتضمن تأمين ملف غذائي متكامل للعراق، يا ريت لو تطلعنا على تفاصيل هذه الخطة بالتحديد. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لجنابك، وبهذه المناسبة أهني جنابك وأهني الشعب العراقي بمناسبة شهر رمضان الكريم، وتحية لأستاذنا السيد المستشار مهدي القيسي. فيما يخص خطة تأمين الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، قامت شركتنا بعد أن بدأ حظر التجوال بسبب جائحة كورونا وانهيار أسعار النفط، قمنا بإعداد الدراسة الكاملة لتحقيق خطة الأمن الغذائي لعموم العراق، مستندين في هذه الدراسة على قاعدة البيانات المتوفرة لدى وزارة التخطيط العراقية ووزارة الزراعة العراقية وباستشارة منظمة الغذاء الدولي. زين. بدأت الدراسة بإعداد 19 دراسة لكل محافظة بما فيها محافظتنا العزيزة حلبجة، عدينا دراسة لكل محافظات العراق بناء على التعداد السكاني للمحافظة، مساحة المحافظة بالكيلومتر المربع، مساحة المحافظة بالدونم، أعلى نقطة ارتفاع عن مستوى سطح البحر، أدنى نقطة انخفاض، المسطح المائي، خط العرض، خط الطول، وموارد المياه المحافظة المعنية بالدراسة اللي قمنا بها. تمام. فنأخذ على سبيل المثال محافظة نينوى. زين. محافظة نينوى نأخذها كمثال، بعدين ندخل للعراق. محافظة نينوى تعدادها السكاني 3,521,000 مواطن، المساحة 37,323 كيلو متر مربع، نحولها للدونم تصير 14,929,200 دونم. تمام. حجم المسطح المائي 150 كيلو متر مربع، أقصى نقطة ارتفاع 1200 متر عن مستوى سطح البحر، أدنى نقطة 45، خط العرض 45، خط الطول 37، الكثافة السكانية 37 شخص للكيلومتر المربع، الموارد المائية نهر دجلة، مياه الأمطار والمياه الجوفية. تمام. بناء على هذه الداتا ومعدل القياس الاستهلاكي اليومي للفرد الواحد، دخلنا أرقام الدراسة المستهدفة لتحقيق الأمن الغذائي العراقي. فإذا نأخذ مثل منتج بيض المائدة على سبيل المثال وليس الحصر، محافظة نينوى تمام بمعدل استهلاك بيضة واحدة للمواطن نصير محتاجين باليوم الواحد 3,521,000 بيضة مائدة فقط في الموصل. فقط في الموصل، نعم سيادتك. تمام. نضرب هذا الرقم ب 365 يوم، يطلع عندنا الناتج 257,033,000 بيضة نحتاج لمحافظة الموصل. تمام. بإضافة نسبة 20% للصناعات الغذائية، مثل ما تعرف حضراتكم البيض يدخل بالصناعات الغذائية بالمعجنات والكيك وإلى آخره،
نصير احنا محتاجين لمحافظة الموصل كرقم مستهدف للأمن الغذائي 1,542,198,000 بيضة مائدة. زين. هذا الحساب حضراتكم مشى على كل المواد الغذائية ابتداء من الثروة الحيوانية وصناعاتها التحويلية الغذائية والألبان وكل مشتقات الألبان، انتقالا إلى الحبوب الاستراتيجية، إلى محاصيل البستنة المفتوحة اللي تبدأ بالتمر ثم الحمضيات ثم النفضيات ثم محميات الزيتون، انتقالا إلى محاصيل الخضر. أيضا دخلنا بهذه الدراسة أرقام المستهدفة للاكتفاء الذاتي من الصناعات الغذائية مثل زيت عباد الشمس، زيت الذرة، زيت الزيتون، الشعرية، البرغل، الدبس وإلى آخره من الصناعات، وخاصة الصناعات الاستراتيجية تعتبر. تمام. من نجي على دراسة البلد ككل العراق، لح نجي على رقم واحد اللي ضربنا به مثل محافظة نينوى، نشوف التعداد السكاني للعراق لآخر إحصائية لوزارة التخطيط العراقية هو 39,932,770 مواطن. زين. العراق يتمتع بمساحة كلية 439,317 كيلومتر مربع، المساحة بالدونم 175,726,800 دونم. نأخذ الرقم اللي يخص بيض المائدة بالنسبة للعراق، راح نشوف هذا رقم كبير جدا حضرتك. قصدك الاستهلاكي؟ الاستهلاك السنوي، نعم. تمام. الرقم المستهدف لتحقيق الأمن الغذائي. زين. فإذا نشوف العراق بتعداده السكاني 39,932,770 مواطن اللي هو رقم الاستهلاك اليومي، نضربه ب 365 يوم، يصير عندنا الاستهلاك السنوي 14,575,000,000 بيضة و461,050 بيضة في السنة. زين. بإضافة نسبة الصناعات الغذائية التحويلية للبيض 20%، يصبح الرقم عندنا المستهدف لتحقيق الأمن الغذائي في العراق هو 17,490,553,260 بيضة سنويا. زين. هذا يعتبر رقم مستهدف للأمن الغذائي. قامت شركتنا باستخراج هذه الأرقام لكل المواد الآن في ذكرها، وعدناها بمعادلة عكسية، حولناها إلى الخلف إلى مشاريع، حددنا مساحات الأرض المطلوبة، المنشآت المدنية الواجب إقامتها وإنشائها، عدد العاملين اللي راح يشتغلون بهذه المشاريع، المكننة، الخدمات، البنى التحتية إلى آخره. تمام دكتور، يعني تم المباشرة بهذا العمل بهذا المشروع؟ بالنسبة لنا كشركة حصلنا الدعم الكبير من السيد معالي وزير التخطيط السابق الدكتور نوري صباح الدليمي، كان راعي لهذه الخطة، خطة تنفيذ الأمن الغذائي. تمام. أيضا كان متفضل في هذه الدراسة السيد النائب حسن خضير شويرت، ووصلنا إلى مراحل تنفيذية بمزاوجة خطة تحقيق الأمن الغذائي مع قانون تشغيل الشباب. جيد. اليوم محافظة الأنبار كانت سباقة بإعلان هذه الخطة، خطة الاكتفاء الذاتي. وقعنا عقد تشغيل الشباب الخاص بمحافظة الأنبار، قامت محافظة الأنبار مشكورة بتخصيص 43,000 دونم لهذه الخطة، ولسنة 2020 خصصوا لنا 10,000 دونم. راح يتم تنفيذ 4 مشاريع استراتيجية، هذه المشاريع كلفتها تزيد عن 225 مليار دينار عراقي. صح. وسوف تشغل ما يزيد عن 2,700 شاب وفق قانون تشغيل الشباب. بدأ العمل باستحصال الموافقات الرسمية يوم أمس، انتهينا من كل الموافقات الرسمية
على مستوى وزارة التخطيط والمحافظة. تمام دكتور مهدي، يعني هل تعتقد بأن هذا المشروع ملف الأمن الغذائي سيكتب له النجاح في ظل وجود الكثير من العراقيل التي واجهت مشاريع أخرى وباءت بالفشل؟ نعم، شكرا جزيلا. أذكر بأنه وزارة التخطيط عقدت المؤتمر، مؤتمرها اللي سمته القطاع الزراعي الفرصة المتاحة في تنويع الاقتصاد والأمن الغذائي المستدام. هذا عقد بتاريخ 20/4/2020 برئاسة سيد وزير التخطيط السابق وحضور ومشاركة السيد وزير الزراعة، وزير التجارة، وزير الموارد المائية والجهات ذات العلاقة. قدمت أوراق عمل، بموجب هذه الأوراق العمل خرجت بتوصيات، هذه التوصيات هي محددة وكانت تهدف إلى أنه التخلص من الاقتصاد العراقي الريعي، ومن خلال الاعتماد على دعم القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة، ولعل أهمها هذا هو القطاع الزراعي اللي مثل ما قلت راح يحرك القطاعات الأخرى. هذه التوصيات باعتقادي لو طبقت لكان فعلا طفرة نوعية حقيقية وكمية بالقطاع الزراعي. أنا أعول على هذه التوصيات وأعول على جدية البرلمان والحكومة في إسناد صوت الوزارة الزراعة العالي من سنين، وخاصة في عام 2019 عندما نادى بحماية المنتج الزراعي المحلي ودعمه، وفي ذلك العام في عام 2019 تحقق منع ل 26 محصول زراعي نباتي وحيواني، والوفرة واضحة بهذا المجال. اللي أريد أقوله بأنه يوم أمس كان البرلمان العراقي وتحديداً لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية وبحضور السيد النائب الأول، تحية إلى الأستاذ حسن الكعبي اللي هو داعم لهذه النشاطات، والأستاذ سلام الشمري، وبحضور جميع الجهات ذات العلاقة، كان الهدف أنه كيف نحمي المنتج الزراعي المحلي. لو إن شاء الله تتكلل هذه الجهود بالنجاح وتنسجم مع توجهات الحكومة ودعوة وزارة الزراعة لتطوير هذا القطاع، أعتقد جازما بأنه راح تكون نهضة زراعية ويكون تنمية زراعية مستدامة وكفيلة بتحقيق يعني أمن غذائي مستدام. إضافة إلى ذلك، يعني ذكرت المحاسن من التنمية الزراعية اللي هي امتصاص البطالة، الأمن، الصحة، وكثير من النشاطات. بجانب هذا يجب أن نركز على الزراعات الصناعية التحويلية. اليوم لو تذهب إلى مزارع الطماطة راح تشوفه مكتئب لأنه عنده منتج وهذا المنتج رخيص ما يكفي، ربما يكون مساوي للكلف المستلزم مالته. الصناعات الزراعية التحويلية قادرة على امتصاص الفائض من هذه المنتجات الزراعية لأنه تركها بدون خزن نظامي، ورح يؤدي إلى أنه تدهور قيمتها الغذائية وقيمتها الاقتصادية وتلفها. لذلك الصناعات الزراعية التحويلية معول عليها. أتمنى أن يكون الدعم من خلال الإقراض البنك المركزي يركز على الصناعات الزراعية التحويلية لكي تكون ساندة وداعمة لتنمية القطاع الزراعي. هذا جانب. الجانب الآخر، عندنا أعلنت وزارة الزراعة، وزارة الموارد المائية مع هيئة الاستثمار الوطنية باستثمار الأراضي الصحراوية، وخصص 1,000,000 دونم في محافظة المثنى أو السماوة ومحافظة النجف الأشرف. أتمنى أن يبدأ فعليا باستثمار هذه الأراضي الصحراوية، ثم ننتقل إلى دونمات أو آلاف من الدونمات الأخرى المهيئة في المحافظات الأخرى. زين. الأراضي الصحراوية هي أراضي صالحة للزراعة وليست متصحرة كما يذهب البعض إلى التصحر. هو يعني انخفاض إنتاجية الأرض، وبالتالي راح يكون غير قادرة على أنه تكون اقتصادية. مثل ما تعرف مثلا تملح وتغدق التراب، هذا يعيق التنمية الزراعية، ما يكون الأرض صالحة للزراعة، لذلك ما تعتبر أراضي صالحة للزراعة. زين. لذا اللي أريد أركز عليه وأقول عليه، حتى الأراضي اللي تحتاج إلى استصلاح ممكن أن نستثمرها بدون استصلاح. كيف؟ لأنه عندنا اليوم الزراعة المائية، عندنا زراعة بدون تربة، عندنا الحقول يعني الدواجن والثروة الحيوانية، كل هذه ممكن أن ننمي بها أو
ننشئ بها هذه المشاريع بدون الحاجة إلى استصلاح الأرض. تمام دكتور. خلاصة القول يعني إذا تسمح لي بجملة واحدة. فضل. أنا باعتقادي كل الأرض الزراعية، كل الأرض اللي موجودة ومتاحة للزراعة هي صالحة للزراعة مع مراعاة طبيعة المحصول أو النشاط الزراعي اللي يريد نقيمه في هذا الجانب. تمام، اسمحوا لضيوف الكرام أن نذهب إلى متابعة موجزا لأهم الأخبار الاقتصادية ونعود إلى تكملة باقي تفاصيل الحلقة. هذا البرنامج برعاية أصباغ الياقوت والمرجان. المجلس الاقتصادي العراقي. رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يدعو الشركات الأوروبية للاستثمار في العراق ويعدها بتذليل العقبات التي قد تواجه طبيعة عمله. اللجنة المالية تتوقع أن تناقش الموازنة الاتحادية للعام الحالي 2020 في مجلس الوزراء خلال الأسبوعين المقبلين. وزارة النفط تؤكد إعداد خطط ومشاريع لاستثمار الغاز، لافتة إلى أن الحكومة تعمل على إيجاد حلول عملية وواقعية للأزمة المالية التي يشهدها العراق. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستبعد إعادة التفاوض بشأن الاتفاق التجاري الجزئي الذي قامت إدارته بتوقيعه مع الصين في كانون الثاني الماضي. والرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوجه حكومته بوضع وصياغة خطة عمل من انتعاش الاقتصادي، وذلك قبل حلول الأول من حزيران المقبل. وأخيرا صندوق النقد الدولي يوافق على تمويل طارئ بقيمة 2,770,000,000 دولار لمساعدة مصر في التغلب على جائحة فيروس كورونا المستجد. هذا البرنامج برعاية أصباغ الياقوت والمرجان. المجلس الاقتصادي العراقي. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، وعد لها ضيوفي في الاستوديو المدير التنفيذي لشركة الخيرات العراقية دكتور محمد العبيدي ومستشار وزارة الزراعة دكتور مهدي القيسي. مرحبا بكم مرة أخرى ضيوف الكرام. مرحبا. دكتور محمد، هل من سقف زمني محدد لتنفيذ كامل خطة ملف الأمن الغذائي في العراق؟ نعم. أنا على المستوى الشخصي لدي تجربة سابقة بأحد الدول خارج العراق، قمت بتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي لهذه الدولة. كان السقف الزمني هو 3.5 سنوات، وأنا ومن خلال قناتكم الكريمة أتعهد في حال تعاون الحكومة في تنفيذ خطة الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي نستطيع أن نصل إلى الأرض. إلى 5 سنوات نكون في حينها قد حققنا الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي، ونحقق عائد مالي للميزانية الوطنية لا يقل عن 40 مليار دولار سنوياً. نعم دكتور، يعني ماذا عن بقية الدوائر المعنية أو التي لها علاقة بهذا المشروع؟ هل أبدت تعاون معين للتنفيذ أو نجاح هذا الملف؟ أود أن أتطرق إلى
الأسلوب التي تعاونت به الوزارات المعنية والدوائر المعنية. نحن وجدنا كل الدعم من وزارة التخطيط ومن كل كادرها المحترم وفي مقدمتهم معالي وزير التخطيط السابق دكتور نوري صباح الدليمي. وجدنا كل التفاهم والثناء والتعاون من وزارة الزراعة العراقية المتمثلة بشخص معالي الوزير السابق الدكتور صالح الحسني، ومؤازرة سيادة المستشار مهدي ضمد القيسي كان خير داعم لنا في هذا المشوار. كذلك وزارة الموارد المائية، كذلك معالي وزير التجارة. وهنا أكو فد حلقة ما تم مناقشتها في يوم من الأيام بهذه الخطة في المراحل السابقة، تمام، وهي وزارة النقل. زين. وزارة النقل تعد مفصل استراتيجي من مفاصل تحقيق الأمن الغذائي لأي دولة. شلون بالله دكتور؟ نعم حضرتك، نحن لدينا موضوع التخصص المكاني لمحافظاتنا العزيزة من الشمال نزولا إلى الجنوب. فمثلا منتجات الثروة الحيوانية تحتاج إلى البيئة المعتدلة، يعني ما معناه خط 32 وصعودا باتجاه الشمال. تمام. المحافظات الجنوبية لها الحاجة من منتجات الثروة الحيوانية، من البيض، من الدجاج، من اللحوم الحمراء أو البيضاء، أو الأسماك اللي راح يتم تنفيذها بنظام المغلق اللي يسمى بالعلم نظام الاستزراع السمكي. هنا راح تلعب دور كبير جدا وسائل النقل الاعتيادية والسكك الحديد. كما ومن المهم جدا أن تكون وزارة النقل ضمن اتفاقية الأمن الغذائي الوطني، بسبب المرحلة الأولى الإنجازية لهذه الخطة بالعملية الاستيرادية لأصول المواد للمعدات للمكننة وإلى آخره. فموضوع التعاون اللي لمسناه من الدوائر في الحكومة المركزية كان جيد جدا وكان متناغم مع الأزمة الاقتصادية اللي يمر بها بلدنا العزيز. نخص بالذكر أيضا المحافظات، وجدنا تعاون كبير جدا من محافظة ديالة وعلى رأسهم الشخصية التنفيذية الأولى السيد المحافظ، محافظة الديوانية، محافظة الناصرية وجميع المحافظات. التجاوب اليوم بمستوى أكثر من جيد. نأمل أن تنتقل جميع محافظاتنا الحبيبة من مراحل المؤتمرات والاجتماعات إلى الخطة التنفيذية على أرض الواقع. تمام دكتور مهدي، هل تعتقد بأن الخطة التي أطلقتها وزارة التخطيط يعني قادرة على تحقيق الأمن الغذائي، أم بحاجة إلى يعني إرادة أكبر وجهات أكبر في الدولة العراقية؟ نعم، شكرا جزيلا. أعتقد الوقت مناسب أن نبدأ، مو بالضرورة أن نوصل إلى الاكتفاء الذاتي بسنة أو سنتين، وإنما أن نبدأ خطوة أولى. ما زال الظرف مواتي، و الرغبة سواء كان برلمانية أو التنفيذية موجودة لدى الطرفين. إضافة إلى ذلك موجود عندنا يعني خبرات أو كوادر بشرية قادرة على أنه تحمل مسؤوليتها. موجود عندنا أرض، موجود عندنا مياه، موجود عندنا بنى تحتية ساندة للقطاع الزراعي. لذلك نتمنى بأنه تؤسس شركات. تفضل دكتور محمد على مسألة النقل. نعم هذا مهم جدا، مو بس النقل وإنما التسويق الزراعي ضعيف جدا عندنا، ويصير عندنا تلف كثير نتيجة لعدم وجود تسويق زراعي نظامي. نتمنى أن تدخل شركات أو جمعيات تخصصية في مسألة النقل المتخصص، في مسألة التسويق الزراعي، وهذه هي مهام القطاع الخاص. إحنا شلون ننشط القطاع الخاص؟ ننشطه من خلال أن نعطيه دعم للنهوض بهذه المهام الإنتاجية. وزارة الزراعة هي موجهة وراعية إلى القطاع الزراعي وساندة لنشاط المنتج اللي هو الفلاحين والمزارعين والمستثمرين. كذلك الحال بالنسبة للوزارات الأخرى. لذلك أنا من وجهة نظري الشخصية هذه بداية موفقة، ونحتاج إلى أنه فعلا نركز على القطاع الزراعي، أن لا ننسى هذا القطاع في حالة صعود أسعار النفط أو ذهاب جائحة كورونا بإذن الله،
وتداعياتها اللي سببت اقتصاد عالمي مشلول وليس اقتصاد عراقي فقط. تمام دكتور. فنتمنى بأنه لا ننسى وجود قطاع زراعي قادر على خلق تنمية مستدامة بالعراق. النقطة الجوهرية المهمة أركز عليها وثرتها نرجع لها دكتور النقطة بعدين بعد أن نتابع على الأرقام في هذا الدقائق. دكتور اسمح لنا نرجع للنقطة بعدين لكن بعد أن نتابع على الأرقام في هذا الدقائق. مشاهدي الكرام متابع سوية ونعود إلى تكملة باقي تفاصيل الحلقة. هذا البرنامج برعاية أصباغ الياقوت والمرجان. المجلس الاقتصادي العراقي. برنامج برعاية أصباغ الياقوت والمرجان. المجلس الاقتصادي العراقي. اهلا بكم مره اخرى مشاهدينا الكرام. معود الى ضيوفي في الاستوديو المدير التنفيذي لشركه الخيرات العراقيه دكتور محمد العبيدي ومستشار وزاره الزراعه دكتور مهدي القيسي. مرحبا بكم مره اخرى ضيوف الكرام. دكتور مهدي حضرتك كنت رايت تتحدث بنقطه جوهريه. نعم. خلال البرنامج تفضل. شكرا جزيلا استاذ قيس. النقطه الجوهريه هي عندما عقد المؤتمر وزاره التخطيط الشهر الماضي قدمت وزارة الزراعة ورقة سمتها سبل النهوض بالقطاع الزراعي لخلق تنمية مستدامة في العراق. تمام. قدمتها وكانت هذه الورقة بها محاور جوهرية. أولى هذه المحاور هو حماية المنتج المحلي. المنتج الزراعي المحلي يعاني من ارتفاع كلف الإنتاج، ولذلك تشوف المنتج الزراعي المحلي هو أغلى سعرا من المستورد أو الداخل خارج ضوابط الاستيراد، لكن هو أكثر أماناً وطعماً من اللي مستورد ومن داخل خارج ضوابط الاستيراد. زين. لذلك هذه الحماية تتضمن الآتي: الالتزام بالرزنامة الزراعية، ثم إذا احتاجينا إلى منتج زراعي أن نستورده فلا بأس أن يستورد، لكن تحسب كلف المنتج المحلي في بلدنا لهذا المحصول الزراعي أو الحيواني، ثم تفرض ضريبة عليه. فهذه الضريبة راح تكون هي المنافسة، يعني من يدخل منتج زراعي محلي موجود ويدخل مستورد، ذاك الوقت القيمة التغذوية
هي المعيار الرئيسي لقبول هذا المنتج الزراعي أكثر مما المحلي أكثر من المستورد، لأنه اليوم المنافسة غير متكافئة، ليست هي كفء بين المستورد وبين المنتج المحلي. هذا جانب. الجانب الآخر اللي ركزنا عليه بأنه ندعم القطاع الخاص حتى يدخل بالصناعة الزراعية التحويلية، صناعة التعليب، صناعة التمور، صناعة السكر السائل، الدبس، الخال بطريقة أوسع، معجون الطماطة، ثم نذهب إلى المجمعات، محطات أبقار الحليب الكبرى اللي هي نحتاجها كلش بالبلد، لأنه اليوم عندنا نقص في الحليب ومصادر الحليب، ونحتاج أيضا إلى التسويق الزراعي أن ينهض بمستوى ويكون يعني متناسب مع طبيعة هذا المحصول اللي هو سريع التلف حتى نحافظ عليه. إضافة إلى ذلك مثل ما قلت أنه الأسطول النقل المبرد والمجمد حسب طبيعة المحصول، هذه كلها قطاع خاص ينهض بها، لأنه اليوم صار القطاع الزراعي القطاع يعني اقتصاد البلد اقتصاد حر، ما عاد يعتمد على الزراعة يعني على القطاع الاشتراكي كما كان سابقا يسمى بالقطاع الاشتراكي إذا كان فعلا اشتراكي. نتمنى أن يدخل القطاع الخاص بالمكننة الزراعية، بمنظومات الريب الرش والتنقيط، بالكثير من المفاصل، العلاجات واللقاحات البيطرية، الأسمدة، المبيدات. يعني اليوم عندنا مثلا سماد اليوريا، وزارة الصناعة مشكورة دا تجهزنا بهذا السماد. لو كان عندنا صناعة قائمة للداب أو إلى الأسمدة العضوية الأخرى لكان استغنينا عن الاستيراد. فهذه هي كلها دعم للميزانية الدولة. يعني اليوم وزارة التجارة من ما تستورد حنطة هذا هو تمام دكتور. دعم إلى الاقتصاد تمام. وإلى موازنة تمام. الدولة. نشكرك على التوضيح. دكتور محمد، في سؤال أخير، لمن ستكون الأولوية في تنفيذ هذا المشروع من المحاصيل أو الصناعات؟ سيادتك، بادئ الأمر في خطط الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي، الأولوية دائما تكون للمواد الأولية. يعني احنا من نريد نجي ننتج المحاصيل الزراعية، نوفر الأرقام المستهدفة عندنا، ثم نتحول إلى الصناعات الغذائية التحويلية، وكذلك في مجال قطاع الثروة الحيوانية. وأحب أن أعقب بدقيقة إذا تسمح لي. تفضل دكتور. هذه الخطة في تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي هي مطلب سيادي ملح للعراق، من شأنها أن توفر لنا الأمن الغذائي، ومن شأنها أن تصون سيادة البلد. من جهة أخرى توفر فرص عمل كثيرة جدا، لأن خطة الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي بها من المشاريع الذيلية ما لا يعد ولا يحصى، تشغل كل طاقات الشباب، كل خريجينا، كل أبنائنا، نقدر نستغل طاقاتهم وثقافاتهم وإبداعهم في تنفيذ هذه الخطة وتحقيق الأمن الغذائي للبلد بشكل كامل. نرجو من الحكومة المركزية وكافة الحكومات المحلية إلى الالتفات لهذه الدراسة وتنفيذها على أرض الواقع، وشكرا جزيلا لهذه الفرصة. تمام. المدير التنفيذي لشركة الخيرات العراقية دكتور محمد العبيدي، نشكر انضمامك معنا في حلقة اليوم من برنامج دينار، كما لا يفوتنا أن نشكر أيضا مستشار وزارة الزراعة دكتور